نعم. أنا قلتها من زمان الكلام وأكرر مرحلة ما أقدر أجاوب معك. إحنا وصلنا النهاية، إذا أبو مشارك علي بصير شنو هاي باقي ربع ساعة ربع ساعة بذلك خلا ربع ساعة باقي لي لا بسألك سؤال بس جاوبني صراحة محتاجين تغيير وزراء ولا محتاجين؟ سبب مشاكل الوزراء يجون بجناط ما فيها منهج ولا فيها مخطط ولا فيها أي شيء، عندهم سياسة عطلوا المجلس عطلوا البلد عطلوا المصالح. يعني ما انت راح ترفض تصير وزير اذا نجحت؟ اذا نجحت ترفض تصير وزير؟ ليش بالعكس الوزير بالعكس الوزير تقبل الوزاره؟ ليش ما اقبل الوزاره؟ تبغى تقول الوزاره ما عندهم شيء، يعني انت احسن منهم يا ابو عبد الله استاذي والنعم في شو اسمه؟ ابو مشاري. لا 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 احنا منك حق ابو عبد الله. انا غلطت علي انا يا ليت اتمنى غلط عليك لانك انت غلطت علي وايد، بس انا ما انا احبك ما غلطت عليك ولا مره. الله انت طيحت نفسك بالمستشفى يوم كنت بسكوب ما تبي تغاب مني. شو السالفه احمد تاع شو السالفه؟ لا ابو عبد الله ما اقدر عليه والله. تقول يا فاضل انت تجيب لي مشاكل، اي مشاكل يا احمد انت كلام بالصراحه. خلينا بس خلينا نختبر والله العظيم. لا لا تكفى احمد يلا بس ما يوم شفت واحد مقدم البرنامج قلت يو احمد الفضلي طاح من المستشفى مرة ثانية. اليوم مرة ثانية اليوم الساعة 10 الصبح يوم ما جيت قلت اسواها مرة ثانية ما وجاي. بس الحمد لله طلعت فراغ. الله يسلمك غالي، اتمنى لك التوفيق. الله يخليك.